لعدة مواسم بعد ما كان فارغ في قسم الظلمات. الحمد لله على التوفيق هذا، لأن التتويج هذا يعني سامد في عدة سميتو، ابتداء من رئيس فريق سي هشام يتمنى لي بدل من المال ديالو، بدل من الوقت ديالو، وباش يرجع مدينة محمدية إلى المكان ديالها الطبيعي. الحمد لله كنشكر الإدارة التقنية اللي دارت كل المجهود ديالها، كذلك اللاعبين، والحمد لله يعني هذا هو المكان الحقيقي ديال فريق شباب محمدية ألا هو القسم الوطني الأول. نتمناهم الله باش الموسم الجاي نقدموا واحد العرض يليق بمدينة محمدية. وبالنسبة يعني الهدف، هذا كان مسطر يعني من أول السنة. بالنسبة لنا الحمد لله، أولا نتأكد أن هذا الهدف هذا ما جاش سهل كما كيشوف الجميع، ما كان صعيب. الحمد لله يعني كنشكر جميع مكونات شباب محمدية، لا من لاعبين، لا من مكتب، لا من طاقم، لا من طاقم طبي. وكنبغي نشكر يعني زي الشكر الجمهور ديالنا اللي كان بعيد عنا، وكنا كنحسوا بانه قريب لنا. وما ننساش اخص اللاعبين السابقين اللي كانوا كيساندونا بزاف، على راسهم السي احمد فراس ورشيد روكي.